حاجاتي طبعا ارتبط اسمك بالاعمال الفنيه الجميله من وانت طفل زي ما قلت، وخاصه في شهر رمضان، واحنا يعني كلها ايام قليله وبنستقبل شهر رمضان. عايز اعرف ذكرياتك بقى مع رمضان واعمالك الفنيه اللي اتعرضت خلال الشهر الكريم. والله اعمالي الفنيه كتيره اللي اتعرضت في شهر رمضان، من اول انا وانت بابا في المشمش للاستاذ محمد لسه طفل، ايوه بالظبط، لغايه يمكن مزاج الخير للاستاذ مجدي الهواري. والاعمال في رمضان بيكون ليها شكل كده، بيكون ليها طعم لما يكون عندك عمل في رمضان. ولكن برضو احنا يعني كمشاركين في صناعه الاعمال الدراميه، انا عن نفسي او كمان احسبني واحد من الجمهور، اتمنى ان وده بيحصل دلوقتي ان يكون في نتارجت او نستهدف ال 11 شهر، يعني بلاش نروح كلنا في شهر واحد. بدا يحصل الفتره الاخيره، بدا الحمد لله ان بدا يبقى في ستينات واكثر من ستينات كمان، مسلسل احنا بنسميها ستينات المسلسل، ال 60 حلقه يعني عشان الجمهور يبقى فاهم. نروح هيعدي بقى ال 120 بالظبط، هيعدي. فيعني اتمنى ان يبقى في فتح سوق تاني غير رمضان، لان في رمضان انت بتختار مسلسل او اتنين بكتير قوي بتتفرج عليهم والباقي بيتظلم. فلكن المسلسلات اللي بتعرض بره رمضان بيكون ليها فرصه اكبر في الشوف. يعني اكتر عمل فني بقى اتعرض في رمضان وانت متعلق بيه سواء ليك او لفنان اخر؟ يعني لو هنقول بقى للزملاء يعني او الاساتذه الكبار، يعني الفوازير بتاعت رمضان، نيلي وشريهان وسمير غانم، استاذ سمير غانم طبعا. وكمان في حاجات مثلا زي الاستاذ يحيى الفقراني، كان عامل مسلسل زمان صيام ربا في عزه، يوم صيام ويتربى في عزه. لا ربا في عزه ده جديد، انا بتكلم على الحاجات القديمه اللي الواحد ما بينساهاش من الذاكره. يعني انت ما كنتش لسه اتولدت ايام صيام صيام؟ لا كنت، لا والله مش فاكر، بس كنت بشوفها وانا صغير، كنت عارف ابيض واسود. لا كان الوان صيام صيام الوان، استاذ يحيى الفقراني. فدي حاجات ارتبطت معانا بالشهر الكريم وليها طعم كده. حتى اول ايام في رمضان بنيجي على اليوتيوب وبنجيب الحاجات بتاعت زمان دي ما عشان تفكرنا بقى، تفكرك بالظبط في رمضان.